طبعا احنا عاملين اوبن بوفيه النهارده، اوبننج عاملين فاتحين لوكيشن جديد، وزي ما انتم شايفين كده احنا عاملين حاجات، يعني حاجات بسيطه معجنات، وعاملين شويه سلطات وكده، وطبعا ده اللوجو بتاع الشركه، شركه عمر سبورت سيرفيس. فاحنا دي جزيره اسمها مونو ايسلاند، وبنعمل بقى نعمل لهم لايف ستيشن باربكيو، وبنعمل لهم مثلا، يعني مثلا فيهم بنعمل لهم لايف ستيشن باربكيو، فيهم تاني نعمل لهم لايف ستيشن ستيك، وفيهم بنعمل لهم ايطالي بيتزا وباستا وزي ما حضراتكم شايفين كده. احنا طبعا هنا باربكيو بنعمل لهم تركي واورينتال، تقريبا تكون ويكلي تو تايم، يعني مرتين في الاسبوع نعمل لهم ميكس جريل. وطبعا ندخل الاكلات البحريه زي الشريمب وزي الفيش فيليه، وبنقدم لهم طبعا مع الحاجات ديت اللي هي الفروتس الفواكه وكده، وبنعمل لهم مثلا اللي هي الاكلات البحريه الفيشينج والشريمب واللوبستر. وبندخل بقى ايتم ايتمين ايطالي، مثلا بنديهم مثلا حاجات زي ايه، زي مثلا الاكل المعجنات وكده. وطبعا ده الاوبريشن مانجر ودوت المدير العام بتاع الشركه. وهنا طبعا دي كانت شوية أكل سيفود، طبعا السمك ده كله فريش، أكيد لازم يكون فريش، لأن الحاجة لما بتكون فريش بيكون التست بتاعها أعلى. يعني دوت نعمل مثلا، يعني عندنا مثلا تقريبا every month كل شهر بيكون في حفلة، ودي صورة